من يومين انطلقت مبادرة مختلفة بتربط ما بين الفن وما بين إعادة التدوير ومواجهة ظواهر التغيرات المناخية. المبادرة دي اسمها الفن المستدام وتنمية الإنسان. المبادرة دي تم إطلاقها بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة وعلاقة الفن بالاستدامة من رندا فؤاد مؤسس المبادرة ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي. صباح الخير عليكي، أهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بيكي أستاذة رندا. في البداية كده لو جينا قلنا الفن المستدام، يعني إيه الفن المستدام؟ إزاي الفنان يقدر يعمل أعمال مستدامة مستمرة؟ بصي، هو بنتكلم احنا على الفن التشكيلي بالتحديد، فهو الفن التشكيلي المستدام هو يعني الفن المبني على إعادة تدوير النفايات الصلبة، يعني بيستخدم المواد اللي هي المفروض ان هي عبارة عن نفايات زي مثلا البلاستيك والورق، ممكن الحديد، الخردة، أي شيء إحنا بنرميه بدل ما يتربي ممكن يتعمل منه قطع فنية جمالية جميلة جدا جدا، وده فن يعني معروف على مستوى العالم، في مصر في له رواد يعني. بس الجميل ان حضرتك كنت تعملوا نوع من انواع التاسيس لده، او يعني المظله لده، يعني قدرنا بقى نجيب كام فنان نعمل بيه حاجه زي كده، قدرنا نستفيد من كام؟ لا، لان يعني انا شخصيا يعني فنانه تشكيليه لكن ذات خبره تنمويه، يعني اشتغلت في مجال البيئه والتنميه فتره طويله جدا، ثم حولت المجال الفن التشكيلي، وبعدين انشات منتدى الفن الدولي، ثم يعني عملنا دورتين لمنتدى الفن الدولي، وبعدين يعني اسس المؤسسه بقى نفسها عشان يكون في استدامه. واحنا طبعا موضوع التغير المناخي هو احد المواضيع القضايا الرئيسيه اللي يعني بتهم العالم ككل، واحنا كان عندنا في نوفمبر اللي فات قمة المناخ في شرم الشيخ، فاحنا اشتركنا فيها بمعرض كبير كان فيه من خلال الفن الخاص برضو إعادة تطوير النفايات، صحيح، بين كليات فنون جميلة، وكان عندنا فن رفيع جدا جدا، فن الرواد عرضناه في الجناح، صحيح، المصري وجناح الامم المتحده. أيوة. فهو انا يعني الاساس هو ربط الفن بالاهداف، صحيح، التنمويه للالفيه. ده مهم، ده مهم جدا، وازاي انك تحول يعني الجمال او تحول القبح الى لوحات جميله، ده ترند عالمي بنحاول نطبقه في مصر، بنربط طلاب كلية الفنون الجميلة بالفنانين التشكيليين بالشارع، بحيث ان احنا نتخلص من كل البلاستيك والنفايات من اجل عمل لوحات. بنشكرك الفنانة رندا فؤاد مؤسس المبادرة، رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي، شكرا جزيلا لك.